اهتزازات سيادية جنوبية عاشها البلد الأسبوع الماضي، وعاد السؤال: هل لبنان على أبواب حرب جديدة؟ ووابل من التصريحات سقطت على نشرات الأخبار ووسائل الإعلام تضع كل طرف في موقعه المعارض أو المؤيد، فيما الشعب ينتظر الدخان الأبيض في ملف الاستحقاق الرئاسي. ويبدو أن محركات الاستحقاق تعطلت إلى ما بعد عيد الفطر، علهم يتعظون من حال البلد واللبنانيين وينتخبون رئيسا تبدأ معه رحلة التعافي قبل سقوط الهيكل على رؤوس القوى السياسية واللبنانيين معا. ملفات نناقشها اليوم في استوديو لبنان الكبير مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ. أهلا وسهلا سعادتك. الله يعافيك. بداية، ما رأيك بالتطورات الأخيرة اللي حدثت بالأيام الماضية بالجنوب؟ طبعا خطرة وبدها انتباه كتير، يعني ما بدنا نرجع لبنان يصير ساحة لتبادل رسائل بين دول إقليمية. نعم. بوقت شايفين قديش في حراك جدي إقليمي لتسويات كبرى، يعني في تسويات كبرى على مستوى إيران السعودية، على مستوى تركيا سوريا، على مستوى مصر تركيا، خليج تركيا، وبالتالي في حراك جدي بظلها وإيجابي، ما بدنا بظل هالإيجابيات كلها نكون نحن نفوت بسلبيات. حتما الواقع العدو الإسرائيلي المنقسم على ذاته واللي صار له أشهر صراع داخلي أمني قضائي سياسي قد يدفعه إلى مغامرات ليرجع يجمع قواه، بدنا نكون نحن منتبهين وما بدنا نفسح مجال لأنه ندفع ثمن إعادة توحيد الصفوف الإسرائيلية بحرب على لبنان. هل لبنان قادر على تحمل المزيد من الحروب؟ يعني بس شفنا هيدا الشيء اللي صار العالم خايف ما انه نرجع نتذكر حرب تموز وسلبيتها اللي حدثت على لبنان. غير قادر ولا يجب، يعني بالاخير نحن من هون نرجع منقول انه قرار السلم والحرب لازم يكون بايد الدوله. انه هاي فكره قرار السلم والحرب مين ما كان بيجي بياخذها ويضرب صواريخ، لانه توضح انه الصواريخ اللي اطلقت ليست لبنانيه، ليست تبع لبنان، تابعه لاحزاب فلسطينيه. حتى منظمه التحرير بشكل عام مش راضيه عنها. نعم للتضامن مع ما يحصل في فلسطين، نعم مع حقوق اهلنا الفلسطينيين وقدسيه القدس وكل شيء، وانما هذا لا يعني انه ينسمح لفصيل فلسطيني أو أكثر أنه يستخدم الأراضي اللبنانية لتأدية رسائل ضد العدو الإسرائيلي. يكفي لبنان هذا الموضوع. وبعدين مناطق اللي أطلقت من الصواريخ في مسؤولية على الأمم المتحدة، ثلاث جهات مسؤولين، الأمم المتحدة عليها مسؤولية، اليونيفيل يعني الجيش اللبناني عليه مسؤولية، وحزب الله عليه مسؤولية لأنه موجود في هذه المنطقة. فمطلوب من هذه الجهات الثلاثة أنه تكون أكثر حرصاً على حماية هذه المنطقة من استخدامها في إدخال لبنان بمغامرات حرب مثل ما قلت حضرتك ما بيتحملها لبنان. نعم، قديه مدى ضرورية اليوم الالتزام بقرار 1701 خاصة بهذه الأوضاع اللي نحن عم نعيشها، وقديه مهم وجود اليونيفيل أساسا بجنوب، خاصة وشفناها أنه كانت أول من سارع وتدخل بس صارت الأحداث. 1701 أساس، يعني هو اللي هلأ عامل الهدوء على الحدود، هو اللي رح يعمل بالمستقبل كمان استقرار على مستوى استخراج الغاز والنفط. يعني لو ما في 1701 ولا حقا ترسيم الحدود البحرية ما كنا شفنا أفق مستقبل إيجابي لموضوع الغاز والنفط بالبلوك رقم 9 بجنوب. وبالتالي ضروري نحن نأكد على التزامنا بالقرار 1701، ضروري نأكد على التزامنا بالشرعية الدولية والشرعية العربية كمان لاحقا باتفاق. وماذا عن الاستراتيجية الدفاعية أيضا؟ الاستراتيجية الدفاعية متروكة للعهد المقبل، يعني بس يجي رئيس جمهورية جديد حتما من أحدى النقاط اللي مطروحة جديا على الطاولة، ولابد أنه نكون جريئين بأنه نطرحها بشكل إيجابي. واللي عم بيصير اليوم بالإقليم مثل ما قلنا بداية الحديث، التفاهمات الإيرانية السعودية الخليجية ستسهل هذه العملية. يعني الصراع اللي كان اللي عشناه بآخر 10-15 سنة اللي انتقل إلى صراع مذهبي بأماكن معينة وصراع عربي وغير عربي، بعتقد رح يخف كتير مع إذا استمرت إيجابيات التفاهم الإيراني السعودي اللي بلش يترجم اليوم باليمن وبشكل أسرع مما كنا متوقعين صراحة. يعني وشفنا زيارة فتح السفارات والزيارات، يعني واضح أنه في تقدم جدي وسريع بموضوع التفاهم. هذه التسويات الكبرى أحيانا في دول صغرى بتدفع ثمنها
لانه احيانا بدها تنفيسات امنيه باماكن نعم. معينه للتسويه تركب. بدنا نكون كثير منتبهين لانه لبنان خصري رخوي بهذا الاطار. بدنا نكون منتبهين, بدنا نكون مستفيدين نعم. من هذا التقارب ومن هذا نعم وعدم جعله صندوق بريد خارجيا وداخليا. نعم, قبل ما ننتقل على الاستحقاق الرئاسي كونك حكيت على العهد المقبل, يقال ما رأيك بما قيل انه يعني رئيس الوزراء بإسرائيل نتنياهو وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تعاونا, ونتيجة تعاونهم بالأحداث الأخيرة بعثوا رسائل داخلية وخارجية للجانب الإسرائيلي واللبناني, ما رأيك بهذا القول؟ لا يعني هاي أقوال خاصة أنه الاثنين كانوا عم بيشدوا يعني الوضع اللبناني يعني للقول حزب الله أنه نحن المهيمنين على البلد وعلى القرار, والجانب الإسرائيلي كونه في مشاكل بالحكومة. أقوال الإسرائيليين ما ناخد فيها كتير هلأ, حتماً ترسيم الحدود نعم. في تواصل غير مباشر, كان في وسيط أمريكي, في وسيط الأمم المتحدة, رعاية الأمم المتحدة, وساطة أمريكية واضحة. التفاهمات ال 17/1 هو نوع من تفاهم كمان غير مباشر, وبالتالي لا فهمانين الفريقين اللبناني والعدو الإسرائيلي فهمانين وين حدود كل واحد, وما في رغبة, ما ملاحظين رغبة من حزب الله الخروج عن هذا التفاهم. ونتمنى انه ما يصير في خروج من هذا التفاهم, لانه الثمن راح يدفعه كل اللبنانيين, وراح ندفعه لاجل الاخرين وليس لاجل لبنان. لبنان يفترض نطلع الى المرحله المقبله, هي مرحله اعاده بناء, ازدهار, اصلاح, تعافي. يعني في نعم. فرصه حقيقيه للبنان مع بدايه يعني التوتال. انا بذكر بشهر 9 إلى 10 بتكون اجت الحفاره اللي بدها تبلش تستكشف, وجايبين تقنيات عالية, رح يكون الاستكشاف كتير سريع, وهي ذات اللي بتستكشف رح تستخرج إذا طلع في كميات, وبالتالي في اختصار لوقت اللي ممكن نبلش نشوف نتائج في موضوعات. ما بدنا نعرض كل هذا الإمكانية من الخروج من أزمتنا الاقتصادية بمغامرات لا تنفع لبنان ولا تخدم لبنان. نعم. فضروري التمسك بال 17/1, ضروري التأكيد على الهدوء في الجنوب اللبناني, ضروري تأكيد على أخوتنا الفلسطينيين أنه ما يستخدموا هالساحة, ما نرجع لأيام خاصة أنه هن أيضا منهم موقعين على قرار 17/1. لننتقل على الشق الرئاسي, شهدنا زيارات عديدة لرئيس التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط يعني برفقة عدد من النواب من عندكم, يعني هل نجح يعني بتوقيت زيارته الأخيرة؟ أيضا شفنا زيارة لرئيس تيار المرد الوزير السابق سليمان فرنجية, هل نجح جنبلاط بإقناع الخارج أنه الوزير فرنجية غير مؤهل كونه مرشح تحدي؟ هلا الهدف كان من حركة الرئيس وليد جنبلاط, كان داخليا كان خارجيا, هو فتح ثغرة في جدار المقفل, يعني بتعرف كان واصلين لمحل ما حدا بده يحكي مع حدا, ما حدا كله رافض يتحاور بشكل رسمي, وبالتالي كان في مسؤولية وطنية على الأستاذ وليد جنبلاط اللي قادر يتعاطى مع الجميع انه يحاول يعمل شيء. ومن هون اجت فكرة انه خلينا المواصفات اللي طرحت على مدى اشهر من كل الجهات الداخلية والخارجية اللي هي مواصفات الرئيس اللي قادر يجمع الكل, غير مستفز, يكون إصلاحي, يقدر يعيد لبنان إلى المنظومة الدولية ويعيد العلاقات اللبنانية الخليجية لسيما نعم. المملكة العربية السعودية, مقتنع ومتمسك باتفاق الطائف. فهذه المواصفات أنه تعالوا نحكي, ما دام هاي المواصفات في العديد من الشخصيات المارونية الكريمة ينطبق عليها هذه المواصفات, وطرح كان جريء كفاية أنه يطرح 3 أسماء بوقت كنا مرشحين نحن الأستاذ معوض, ميشيل معوض, وكنا مصوتين له على 11. كنتم مقتنعين أنه ميشيل معوض هو سيصل إلى سدة الرئاسة؟ هلا بالانتخابات من هذه النوع أو بالمعارك الانتخابية من النوع, أنت مفروض يكون عندك مرشح, ومرشح يعكس تطلعاتك. وهو جدي أستاذ ميشيل, كان جدي, هل يصل أو لا يصل طبعا ما فيك تعرفي من أول. طبعا نسعى كنا إلى إيصاله, وإنما تبين بعد 11 جلسة أنه لا, في فريق عم بيعتبره تحدي. ولكن أول يعني الاشتراكي واللقاء الديمقراطي كان أول شيء يعني استغنى عن مرشحه واعتبره مرشح تحدي لهيدا المرحلة. ليس استغنى, يعني نحن وبعده بالسلة اللي وضعناها استاذ ميشيل اسم من هذه الأسماء. نحن بذكرك أضافنا يعني القائد الجيش والأستاذ أزعور, جهاد أزعور, والأستاذ صلاح نين, اللي بيمثلوا 3 كاتيجوريز معينة. واحد
خبير خبرة أمنية، واحد إمالي، واحد صحيح. دستوري، والأستاذ ميشيل من ضمن هالأسماء الأربعة. وإنما تبين بعد 11 جولة أنه في فريق واسع من اللبنانيين عم يعتبروا تحدي، وشعارنا وشعار الكل اليوم أنه بدنا رئيس غير مستفز، رئيس غير تحدي. نعم. ما قدرنا أن نعنى، وهو ما قدر أنعى الآخرين أنه منه جاي تحدي، علما أنه نحن مقتنعين أنه ما كان جاي. الأخيرة هي اللي استفزت الطرف الآخر، يعني بالنهاية هو ابن الرئيس السابق رنيم عمر. صحيح، عنده كل الأستاذ ميشيل عنده كل ما يتطلبه لتبوء هذا المركز للصراحة، يعني عنده التصور الاقتصادي، عنده الخلفية، عنده التاريخ، ولكن عنده، وإنما ما قدر أقنع الآخرين أنه أنا مني جاي كفريق، علما انه نحن وهو حاول صراحه وكلنا حاولنا وما كنا طرحينه كفريق. نحن وصلنا لهون ما فينا نضلنا واقفين مطرحنا. الاستاذ ميشيل معوض بعده مرشح، وانما فتحنا، حاول الاستاذ وليد جملاط يفتح النافذه على مرشحين اخرين كرساله انه انتم كمان اعطونا، زيدوا على هالسله، هذه اللي منا مقفل هالسله، زيدوا على هالسله اسماء لا تكون كمان مستفزه الا مثل ما نحن قدرنا انه ما نكون مستفزين. نعم، خلينا نحكي عن جهاد الزعور، الاسم اللي انتم طرحتوه واللي تقريبا لاقى ايجابيه واصداء واسعه. ليه تم طرحه؟ هل من اجل حرقه كما تم حرق اسم ميشيل معوض؟ ليكي ولا مره بتطرحي اسم للتحريك، بتطرحي اسم يا يعني في بطياته إمكانية لإيصاله، في بطياته تاريخ معين، قدرة معينة، ولكن أيضا في طرف حزب الله هل يصل أو لا يصل أيضا تحدي. طيب مشان هيك نحن طرحنا وقلنا له زيدوا أسماء اللي عندكم، وهو راح عمل جولته بعتقد الأستاذ جهاد أزعور، عمل تواصل اتصالات وكذا. هلا يمكن ما بمحلات قطع، بمحلات ما قطع، بس بعدها مطروحه يعني. نعم، يقال بالساعات الاخيره زاروا يعني النائب ابراهيم كنعان بامريكا، هل تراجعت حظوظه من بعد هيدي الزياره؟ خاصه انه هو بيمثل الوطني الحر. بس بعتقد هذه الزياره مرتبطه بمهمه سفر الاستاذ ابراهيم اللي هو التواصل مع صندوق النقد الدولي بخصوص البرنامج مع الحكومه اللبنانيه، وبالتالي كونه مسؤول في صندوق النقد للأستاذ جهاد وهذه قيمة مضافة، فأكيد بعتقد هذه الزيارة بهذا الإطار وليست بالإطار الرئاسي زيارة الأستاذ إبراهيم كنعان. نعم، خلينا نرجع على زيارة رئيس تيار المرضى فرنجية. ما تعليقك على لقاء فرنجية بأمين عام حزب الله مباشرة من بعد عودته من فرنسا؟ هلا منه خافي الأستاذ فرنجية أنه هو ينتمي إلى هذا الفريق، هو جزء من هذا المحور، وهني رشحوه قبل ما يترشح. نعم. يعني رئيس بري ولاحق من حزب الله رشحوه قبل ما يعلن ترشيحه. وهو كان يمكن متريث، وانا فهمت من اوساط انه كان بفضل يتريث لانه كمان مطلوب منه، بس حتى اللي رشحه مطلوب منه صار معروف يا استاذ ايا انه الرئيس المقبل يجب ان يكون في قبول منه من دول الخليج بالذات، لانه كل الاي ام اف والاوروبيين انه بالاخير في دول الخليج هي اللي رح تكون الرافد الاكبر للاقتصاد اللبناني، ليس عبر هبات ومساعدات، عبر استثمارات. نحن بحاجه لاستثمارات الخليجيه لنقدر نرجع ننهض باقتصادنا، وبالتالي فحتى حزب الله وقت اللي عم تواصل مع الاستاذ فرنجية عم بيكون واضح انه مطلوب منك انت تجيب قبول سعودي. حاول، والفرنسي كان جدي، يعني الفرنسي جدي بترشيح الرئيس الوزير فرنجي، وحاول يسوقه مع السعودي. لغاية الآن أنا معلوماتي ما ماشي الحال، يعني لحد اليوم بعده السعودي على موقفه، القطري ملتزم مع السعودي، الأمريكاني رايح أبعد كمان بهذا الإطار، فبعد من ما في تفاهم باللقاء الخماسي. هل نحن لازم نخضع للإرادة الأجنبية؟ لا، نحن بالأخير هذا الاختيار يجب أن يكون لبناني، وإنما حتى المملكة العربية السعودية يعني كان موقفها واضح أنه قال أنتوا اللي اختاروا، أنتوا توافقوا واختاروا، وهذا هذا الواضح، وإنما نحن عم نختار لازم نكون حريصين أنه هذا الاختيار يعكس المواصفات اللي حكيناها بأول حلقة. نعم. أنه يكون قادر أنه يفتح ومقبول من الخليج ومقتنع بالطائف، يعني الأساس فرنجية كل هالأمور يمكن تنطبق عليه في موضوع يبقى العلاقة. نعم. يعني مع المملكة. بالنسبة لك هل أضرته زيارة أمين عام حزب الله أم نفعته؟ لا، ما لا ضرت ولا نفعت، لانه كل الناس بتعرف انه علاقته ما هو بهذا المحور، هو بيعترف انه انا بهذا المحور. نعم. ومقتنع، عنده قناعات وما مغيره يعني. نعم، خلينا نقول لو كان بعد بحاجه فرنجيه لخمسه او ثمان اصوات، هل التقدمي الاشتراكي بيعطوه اصواته وبيوصل لسده الرئاسه؟
لا نحن بهذه اللحظة كنا واضحين انه اول شيء ما واصل لهون، يعني اذا بتجمعي كل الاصوات اللي ما واصل لل50 ما واصل لل50 52 يعني بعيدة عن ال65، علما انه ك65 كمان بظل الانقسام اللي صاير بلبنان منا صحية لرئيس مقبل على عهد جديد. نحن كلقاء ديمقراطي بنعتبر انه نعم رئيس جمهورية هو موقع وطني، ما بده قبول فقط مسيحي، بده يكون في قبول مسيحي اسلامي عام عليه، وانما كمان في شرط اساسي انه ما يكون مرفوض مسيحيا. يعني نحن ما فينا كلقاء ديمقراطي اذا شفنا انه اي رئيس سليمان فرنجية او غيره رايح في رفض من القوات والكتائب والتيار الوطني ومعظم القوى المسيحية والبتركية ما كتير محمسة، لا ما فينا نفوت بهكذا مرشح مين ما كان يكون بدون قبول حد أدنى من قبول مسيحي أو جزء كبير من القبول المسيحي. على العلم أنه البتركية يعني استقبلته للوزارة، لا البترك ما ياخد موقف. نعم. فسر خطابه مبارح أنه قاصده للسيمان، رجع وضح أنه لا ما قاصده، بس أنه واضح أنه غبطة البترك منه حاسم بهذا الموضوع. فإذا ما في غبطة مش حاسم والقوى المسيحية الأساسية رافضة، بوضع اللقاء الديمقراطي نحن منفضل لا ننطر لحد أقل يعني حد أدنى من القبول المسيحي للرئيس ونزيد عليه بعدين قبول مسلم جدي. يعني فينا نقول أنه إذا في أي كتل من المسيحية توافقت عليه وصوتت له مش حتتريس وحتكونوا عم تعطوا ما بيعود يعوزنا. لا نحن اليوم ملتزمين برئيس منه تحدي، ملتزمين بموافقة صريحة من الدول المعنية بإنقاذ لبنان لاحقا على رأسها المملكة السعودية العربية السعودية. ملتزمين بهذا الإطار. برأيك من الأوفر حظا اليوم، جهاد أزعور قائد الجيش جوزيف عون أم صلاح حنين، خاصة وأنه بلشت ترتفع يعني حظوظ صلاح حنين وعودة يعني الحكافية إذا بدنا؟ ليك ما فيك تحدد، يعني هاي البورصة الأسماء بتطلع بتنزل بين ليلة وتانية. صحيح. بعدك قلتي بالساعات الأخيرة يمكن تأثرت، فبتلاقي قائد الجيش نزلت أسهم شوي هلأ رجعت طلعت شوي، ولكن قائد الجيش بمرحلة من المراحل شفنا توافق خارجي عليه رهيب، يعني خفت شوي هلأ عم بيرجع يقوى شوي. صلاح نين في قبول جدي، يعني الأسماء كلها هي وأسماء أخرى في قبول عليها، في بتحسي في قبول، وإنما كيف تترجم آخر لحظة. يعني خلينا نكون صريحين، عم يتجرب ينحكى مع أنه هو ما لازم دستوريا يكون في فصل سلطات، وإنما عم ينحكى بسلة أنه رئيس جمهورية مقايدة الفرنسي مش مقايدة واحدة مقابل واحدة، يكون في تكامل بين رئاسة الجمهورية رئاسة حكومي حاكم مصرف لبنان، وعم بينحكى يعني بفريق عمل متكامل لما نضيع وقت بمجابهة المشاكل والمصائب. برأيك حتنجح هيدا الفكرة؟ ايه يعني في مثلا بلش يتسمع لحاكم مصرف لبنان مين ممكن يكون، يعني هو أحد الأعلى أحد المرشحين بعد. كان لا أحد المرشحين كميل أبو سليمان اللي كان مطروح رئاسي صار مطروح أكتر حاكم مصرف لبنان. بلش ينحكى تمام بيك سلام رئاسة حكومي انه عم بيتسمع مش نواف سلام، لا عم ينحكى تمام بيك، وهون بيجي الرئيس. اذا اجى رئيس غير تحدي توافقي اصلاحي مع تمام بيك سلام اللي هو ادمة الاوادم ونظافي وابن بيك وكذا، مع حاكم مصرف لبنان كمان خلفية وحكومة منسجمة بالحد المقبول، بعتقد قادرين نطلع من مشاكلنا. نعم. بظل هذا التوافق اللي عم تشهده المنطقة دي نطلع بسرعة. فأي رئيس نريد رئيس فعلا ما يكون لا تحدي ولا بخمسة وستين صوت ولا بستة وستين صوت. نعم. لا يجي بأصوات كافية. نعم. كواليس اللقاء الديمقراطي بيقول انه بدأ التركيز اليوم على شبل الملاط او صلاح حنين، ما بدا جديد هذان الطرحان؟ يعني لك الـ 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 وليد بيك يعني بكل انتخابات رئاسية عنده قناعة بالأستاذ شبلي الملاط، دكتور بروفيسور شبلي الملاط، ودائما بيطرحه. هلا بس بنعرف انه لا يكفي انه هو عليه يعمل واجبات والقوى الاخرى عليها تقبل هذا الموضوع. وحتى الست ماي ريحاني كمان استاذ وليد مقتنع كست ومحترمه وعندها هيك طروحات المعينة، ففي العديد من الأسماء عم بيحكيهم الأستاذ جمال ليعطي فكرة أنه نحن مش مقفلين. يعني ما أنه إذا بنطرح اسمين أو ثلاثة مقفلين، يتفضل مين عنده أسماء خلينا نحطهم. الاسم اللي منلاقي
في اكثر قبولا عليه اسمين ثلاثه بننزل فيهم على مجلس نواب وبيمارس مجلس نواب دوره بالاختيار. نعم، خلينا نروح على خلوه 5 نيسان اللي جمعت الاقطاب المسيحيه و53 نائب مسيحي. برايك هل كنا نحن بحاجه للقاء مسيحي مسيحي، خاصه وانه ما في نتائج ملموسه من هذا اللقاء، ام انه هو لقاء مسيحي مسلم وكافه الطوائف هي اللي بتحل لنا الازمه من بعد الحوار؟ طبعا لا اكيد الموضوع الرئيسي موضوع وطني، وموضوع المعالجات المقبله موضوع وطني، يعني كل الطوائف. هلا عال الواحد روحانيا منيح الاجتماع الروحي وكذا، بدك تشوف شو كانوا عم يدعوا الشباب زملائنا، شو كانوا عم يدعوا، ولا عم يدعوا على بعضهم، عم يدعوا على بعضهم ما بتعرف يعني. ف بس اي كلهم يعني ضد بعضهم قاعدوا على نفس الطاوله، بدك تشوف شو عم بيتمتموا بصدر. بس جيد اي لقاء هيك بيجمع هالناس، لا سيما بحضور البطرك وبهيك جو روحاني ديني كثير مفيد، يعني صفاء روح بيعمل صفاء معين. بس بالترجمه بالسياسيه اكيد ما شفنا ترجمه، يعني اكثر كانوا حنشوف ترجمه بعدين. لا ما بعتقد هذا اللقاء بالذات بيترجم سياسيا. لا بس طبعا يعني كانوا حابين يسيروا غبطة البطرك، وغبطة البطرك عبر هذا اللقاء عم بيودي لهم رساله، انه مثل رساله انه يئس من تعاطي سياسي معهم، تعالوا نتعاطى روحانيا، بلكي الله بيلهم يعني. نعم بدنا ننطر. بدي قبل ما انتقل للانتخابات البلدية، بدي اسألك ارجع بالعودة للاستحقاق الرئاسي، خاصة وانه كنا عم نحكي عن المرشح سليمان فرنجية. يعني شفنا علاقة تاريخيا مع الرئيس بري ووليد جنبلاط جيدة، هل يعني حتفرط هيدي العلاقة نتيجة خلاف تيمور جنبلاط مع والده على سليمان فرنجية؟ لا صراحة ما في خلاف، يعني نحن الموقف بين الأستاذ وليد جنبلاط وتيمور بيك اللي هو رئيس اللقاء، وموقفنا موحد بكل الخطوات، وحتما في علاقة استراتيجية وتاريخية بين الأستاذ وليد جنبلاط ودولة الرئيس نبيه بري، وإنما هذه العلاقة لا تعني تطابق، وفي تجارب بآخر فترة يعني إن كان بموضوع انفجار المرفأ وموقفنا من القضاء وكيفية التعاطي معه ورفضنا لخروج عن الأداء اللي كان عم بيصير قضائي، إن كان بالتصويت أو بترشيح الأستاذ ميشيل معوض لرئيس الجمهورية، يعني في كتير من المواقع لم نتفق فيها، لم نتفق مع رئيس بري، يعني نحن حزبين وفريقين وكذا، نلتقي بأمور ولا نلتقي بأخرى، ومن الأمور اللي نلتقي فيها هو الدخول برئيس تحدي بهذه المرحلة المقبلة. نعم يعني بيبقى الكلمة الأخيرة للنائب تيمور جنبلاط فينا نقول. لا والد جنبلاط هو الأساس، وتيمور جنبلاط متفق مع والده بهالإطار أكيد. يعني ما في خلاف. لا لا أبداً أبداً. نعم حنضطر نرجع على الانتخابات البلدية حدت موعدها، ولكن أيضاً في عوائق يعني تشكل حاجز كبير لعدم إنجازها. ما رأيك بعدم التمديد أو بأنه عدم الوصول للاستحقاق الانتخابي بالانتخابات؟ نحن كلقاء ديمقراطي موقفنا وحاولنا على مدى أشهر أنه إجراء الانتخابات تحت أي ثمن يعني. نعم. وضروري تجديد المجالس البلدية كذا، وإنما يعني بعيدا عن الشعبوية، يعني بدنا نكون صريحين أنه اليوم الانتخابات بعد فيش أقل من شهر لتبدأ الانتخابات، في مشاكل على عدة صحيح. مستويات، ليس فقط التمويل 8-9 مليون بيتدبروا، المشكلة أكتر لوجستية. أنا كنت محافظ وبعرف يعني عندك ألفات البلديات، يعني عندك 70-80 ألف مرشح بده يتقدموا. صحيح. المرشحين بده يجوا على مراكز الإدارة العامة المحافظات والمقاميات، موظفين مقدربين بده يستقبلوا لهم طلباتهم، بده أخراج قائد سجل عدلي، طوابع، طلب تقديم طلب، وصل يعني. نعم. في إجراءات لوجستية إدارية ما قبل الانتخابات منا متوفرة اليوم بإضراب موظفين الدولة اللي مدد بالأمس مددوه لأسبوع الجاي آخره، وبالتالي ما في إمكانية من هالنوع. من ناحية تانية موضوع رؤساء الأقلام والكتبي اللي بده يروح اليوم الأستاذ بده يروح على عكار أو على طرابلس ليقعد على الألم وهيك، طيب ما هني مقدربين وعم بيطالبوا بالتظبيط أماشر. إذا رحنا دعينا وحضرنا ورفضوا يطلع الأستاذ آخر لحظة شو بنعمل؟ أو الموظفين اللي بيديروا الأقلام، القضاة ما بعدهم مش متجاوبين هني، ففي مشكلة موظفين اللي بده يديروا العملية، في مشكلة
قبل وبعد الانتخابات واثناء الانتخابات. نعم. هي قبل غير قصة المال. هلا وزير الداخلية حسنا فعل، كان واضح كان كونسيستنت وبالفعل يعني عم يتشرف كرجل دولي. نعم. وقام بواجباته وبعده مستمر لاخر لحظة، ما بقى نحمله اياها لوزير الداخلية، يعني بيسوى ناخذ عنه حمل. نعم. كحكومة تقول قادري او مش قادري، ما تتركوا لوزير الداخلية لوحده. نعم. اللي قام بكل مهماته، إذا الحكومة بتقول مش قادرة يفترض مجلس النواب يروح يعمل ما هو أفضل. نعم. لهذا، لا يجوز نترك البلد بفراغ. تمام. ليس فقط بلدي بفراغ، مخاتير يعني إذا ما في مخاتير يعني ما في إخراجات قيد. نعم. ما في سجل عدلي. نعم. يعني بتتعطل حي. نعم. ما في تسجيل ولادات ووفيات، يعني بتتعطل حياة الناس، فبيجب أن نبتعد بهذه اللحظة عن الشعبوية ونروح نعمل اللي مفروض نعمله بكل صراحة. نعم، ولكن من بعد ما تواصلت مع رئيس رابطة المخاتير قال لي انه هن سبق وصار في سابقة بالثمانينات وضلوا عم يشتغلوا ومدد لهم المخاتير، يعني المخاتير لا يتوقف عمله. لا بلا، الثمانينات كان في حالة حرب. حرب اللي صار صحيح، ما قدر يجتمع مجلس النواب. ما كان يعني اللي صار انه رجعوا عملوا قانون مع مفعول رجع. نعم صحيح. اليوم مجلس النواب موجود، ما في حرب، قادرين نجتمع. ولكن ما بدهم يحضروا الرسائل. ليه بدنا نعملها ليك سمعت انه الاجواء يعني حتى اجواء التيار وافضل بهذا الاطار، انه اذا الحكومة تقول انه انا ما قادر اعمل انتخابات بنقوم بواجباتنا. ما هو التيار كل شيء ضد الحكومة وبيتهاجم على الحكومة. المسؤولية بعدنا. تمام. عم نلعب لعبة انه الحق عليك لا الحق علي. ما رأيك برأي التيار الداعي لتقسيم بلدية بيروت وجعلها شرقية غربية؟ لا ضد، حتما ضد، يعني وحدة بيروت هي رمز لوحدة لبنان، بلدية بيروت يجب ان تكون واحدة. وقادرين نعمل لوايح تنجح بالانتخابات، نحافظ فيه على المناصفة، ضروري الحفاظ على المناصفة في البلدية، وإنما ضروري الحفاظ على وحدة بيروت. ما نرجع نبلش نقسمها، تقسيم بلدية بيروت يفتح الباب إلى العديد من التقسيمات اللي لا تخدم لدى. خلينا اتفاق الطائف هو عنواننا، هو كتابنا، هو دستورنا، خلينا نروح نطبق الطائف لمركزية إدارية بالعديد من المناطق. نعم. وليس التقسيم الطائفي، بس ما نبلش بفكرة. نعم. التقسيم ببلدية وبتنتقل لاحقا لبلديات أخرى إلى مناطق أخرى. نعم، حننتقل للفقرة الثانية بالبرنامج بالشخصي. اختار رئيس كتلة مسيحية بدك إياه وقدم له نصيحة. رئيس كتلة مسيحية قدم له نصيحة. ما عندك ثلاث كتل الكبار، قوات وتيار وطني. تيار وطني ما بتعاطى مع رئيس التيار. ليه ما بتتعاطى؟ ما بقتنع فيه. يعني بنوجه للدكتور جعجع، يمكن بنوجه له انه يساعد بتأمين غطاء لرئيس وسطي نقدر ننتقل الى المرحلة. مين هيدا الرئيس الوسطي اللي عم بتطالبوا فيه؟ أو الأسماء، الواحد من الأسماء السل المطروحة، وإذا في إضافات فليكن هناك إضافات، فلنقدم على انتخاب رئيس يأمن غطاء. يعني بدك غطاء أقله غطاء قوات كتائب إذا التيار ضد. نعم. فبكرة إذا وصلنا بتمنى ما يصير في اصطفاف مسيحي أساسي ضد رئيس. بركي رجع صار اتفاق مع راب مجددا. بعيد، هن عم بيقولوا بعيد، يعني ثقة مضروبة بهذا الإطار، وعلى شو بده يتفقوا ما بعرف. اتفقوا على الرئيس السابق ميشيل عون وجابوه. ايه، وكانت غلطة اثبتت. نعم. انه كانت غلطة كبيرة. يا ريت سليمان فرنجي بوقتها مشي، كان ما وصلنا يمكن، لكن قطعت بطريقة اسلس وما وصلنا لهون، وصلنا للحدية. طيب جيبوه هلا لسليمان فرنجي وبينهي هيدا الفراغ. هيك الظروف تغير، يعني لو يجي مرة الماضية وكان في اقبال وفي. نعم. قبول عام على سليمان، وسليمان من نوع الفهمين التركيب اللبناني، ما كان فوتنا بالصراعات. نعم. اللي فتنا فيها والتحديات والعنتريات اللي فتنا فيها بالسنين، ويمكن كان ما وصلنا لهون. هلا الظروف تغيرت، لبنان بحالة افلاس، وصار مطلوب شيء اكبر، شيء اخر. نعم. شيء يجمع اكثر من الموجود. فهذا الموقف اليوم. هذا. نعم. هذا شو. بعيدا عن السياسة، اي مسلسل رمضاني اليوم عم بتتابع؟ والله عم تابع بعد الافطار بسائب بالبيت، بعد الافطار عم تابع النار بالنار، وراء دغري للموت الجزء الثالث. نعم. ورا بعضهم. نعم. الجزء الثالث. ولكن هول يعني المسلسلين اللي اخترتهم أثاروا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. حدا عنصرية والتاني انه ما بيعرض برمضان. ليك ايه، في فاجأني بعض بعض المشاهد انه ما انه مرتبطين برمضان، بس يعكسون كتير من الواقع، الحياة اليومية يعني. نعم. فعلا اللي عم بيصير. اي ممثل انعك اكتر من التاني؟
حبيته أكتر هيك؟ فهد بحبه، عبد فهد، عبد فهد بحب تمثيله، والممثل كمان دانيالا رحمة، دانيالا شاطرة، ولا بي مع عبد فهد كاريست بشار، يعني تمثيلها حلو. صحيح، تمثيلها حلو كمان. طيب حننتقل للفقرة الأخيرة بالبرنامج، بالرأي. حأعرض عليك مجموعة صور وعلى كل صورة بدي تعليق. الصورة الأولى لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. يعني صراحة لم يقنعني أبدا، يعني من بدايات، يمكن أنا التقيت في مرة بانتخابات 2005 كنا مرشحين نحن 14 أزار كنا وقت 14 أزار ترشحت عن علي، صار في لقاء ثنائي بكي ومن وقتها ما بتعرفي ما في كيمستري سياسي، ما بقتنع بطروحاته، ما بقتنع بصدقيته السياسية، وهيك صراحة عنده أسلوب، عنده ناس بتحبه، عنده ناس هذا، بس ما بشوف إنه أسلوبه يخدم لبنان، يخدم وحدة لبنان، يخدم يعني على طول هيك مشاكل واستفزاز وسلبية. ما أنا ضد هذا الأسلوب في السياسة، ضد إنه أقوى سياسيا على الاستفزاز وعلى هيك التجيش ضد الآخر. الصورة الثانية للوزير السابق وئام وهاب. أنا وئام بعرفه قبل ما يكون وزير، وقبل يعني بعرفه بالتسعينات يمكن. بعدين ما عاد تعرفته، صار محل تاني ما عاد تعرفه. الصورة التالية للنائب السابق طلال إرسلان. يعني الأمير طلال ابن بيت كريم، وبالسياسة طبعا عنده تاريخ، وبالشخصي من السياسيين الأوادم من ضاف الكف، وما في اكيد دم على ايديه، ومن اللي ما انخرطوا بموبقات السياسي في لبنان، انما بالاداء السياسي او بالتوجهات السياسيه ما مقتنع، ما يعني وصل للحظه. انا بدايتي كانت مع الامير طلال ومن المؤسسين في حزبه، افترقنا بال 2003 من حوالي 20 سنه على قناعات، وانخرط لاحقا انا بثوره 14 اذار، والى جانب طبعا مع الاستاذ وليد جملاط اللي بلحظتها هيك شعرت انه يمثل تطلعاتي ويمثل طموحاتي، يعكس ما اريده لمستقبل لبنان. لم تنجح 14 اذار في وقتها، وانما كان عندنا حلم وتابعناه، وصلنا 20 سنه، وهلا مع الاستاذ تيمور جملات كمان يمثل طموحات مستقبليه، وبعتقد في القريب العاجل الناس رح تكتشف شخصيه سياسيه تفهم المستقبل، تفهم جيل الشباب، وتطلع كمان انه يكون الى جانبه طبعا. نعم. الصورة الاخيرة للرئيس الشهيد رفيق الحريري. الله يرحمه، يعني اثبتت التجربة انه لبنان راح لبنان اللي بنعرفه، استشهد مع الرئيس رفيق الحريري بال 2005. كنت يعني كنت وقتها محافظ جنوب انا وشاب وكذا، ومن اللي كنا خايدين رح نخوض انتخابات على مستوى لبنان. صحيح. إلى جانب أنا مع وليد بيك والرئيس حريري بتحالف مع وليد بيك، كنا طمعانين نجيب التلتين ونغير صورة لبنان ونفوت بمستقبل جدي للبنان آخر. أخذته أيادي الغدر، خسارة كبيرة في كتير يعني بعتقد كتير من اللي عم نمرق فيه اليوم ما كنا مرقنا فيه لو الرئيس حريري موجود، كان على مستوى الاقتصاد، كان مستوى الإنمائي. ما شفت عمل مشاريع جدية من بعد استشهاده، فخسارة كبيرة على لبنان. رئيس حريري فعلا رجل أكبر من لبنان، حط لبنان على خارطة العالم بشكل جدي جدي. نعم، الله يرحمه. أكيد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، بتشكرك على حضورك استوديو لبنان الكبير. شكرا. ما تنسوا تابعونا على منصات موقع لبنان الكبير، فيسبوك، تويتر، انستغرام، ولمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب ما تنسوا سبسكرايب. انتظرونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وبضيف جديد. شكرا وإلى اللقاء.